مرحبا فيكم في حلقة جديدة في ما لا تعرفوا عن كندا. العالم الكندي، العالم الكندي حطيت لكم اياه هلا، شيء جميل جدا. هيك قطعة حمراء، قطعة بيضة، بعدين قطعة حمراء. بالنص في ورقة، ورقة شجر. وهذا طبعا شعار كندا اللي هو الميبل، ميبل ليف، أو ورقة القيقب باللغة العربية. طبعا هذا العلم اللي انتم شايفينه الان جلس 40 سنة البرلمان يعمل عليه ديبيتس عشان اخر شيء استقروا على هذا العلم. في فبراير 15 1965 تم اعتماد هذا العلم، وعشان هيك يوم فبراير 15 من كل سنة يعتبر هذا يوم العلم الكندي. لكن الورقة اللي موجودة هاي، ورقة القيقب، هي عبارة عن شيء بيشبه هذا. طبعا موجود العلم، شفتوه. ليش؟ لانه كندا تعتبر اكبر مصدر للميبل سيرب او عصير او مستخلص القيقب، وهو عبارة عن مستخلص لزج، يعني ألزج من العسل. عملنا عليه فيديو وطعمه حلو، بحطوه كتير على الميبلز وعلى البانكيكس. طعمه شايفينه كيف؟ طعمه هيك حلو، له طعم غريب. وكندا تعتبر زي ما حكينا أكبر مصدر في العالم، حوالي 80% من شراب القيقب يستخلص من كندا، وبالذات مقاطعتي كيبيك اللي هي أكبر مصدر، بعدين أنتاريو. نراكم في حلقة جديدة بما لا تعرفوا عن كندا. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت، وشير.